أزمة جديدة تلاحق محمد رمضان، الأسطورة متهم في قضية نصب. أزمة جديدة تلاحق الفنان المثير للجدل محمد رمضان، حيث استغاث شخص يدعى أسامة محمد ويعمل نقاش من الفنان محمد رمضان ومساعديه، ومنهم البديوي الذي اتفق معه على إجراء بعض أعمال التشطيبات الخاصة بفيلا الفنان بمارينا. وقال أسامة محمد إنه بعد إنهاء الأعمال فيما بينهم اقتص من ثمنه مبلغ 16,000 جنيه، وادعى عدم جودة التشطيبات، كما تركه هو وأصدقائه بلا طعام أو أموال لمدة يومين، ما أجبرهم على التسول. وأوضح أسامة محمد أن أحد الأشخاص يدعى بديوي أعجب بأعماله في مجال التشطيبات، فطلب منه إجراء بعض الأعمال في فيلا الفنان محمد رمضان بمارينا، وبالفعل وافقه على ذلك واتفق معه على مبلغ 10,000 جنيه. وأضاف أسامة أنه انتقل بصحبة مساعد الفنان محمد رمضان إلى الفيلا المشار إليها وأنهى الأعمال وهم بالرحيل، ولكنهم طلبوا منه إجراء أعمال أخرى فاتفق معهم على المبلغ وأنهى العمل. وعندما طلب بمستحقاته رفضوا إعطائه الأموال قائلين تعال القاهرة ونتحاسب. ما اضطره إلى المبيت لمدة يومين بلا طعام أو نقود، حتى قام أحد الأشخاص بتحويل مصروفات السفر له حتى يتمكن من العودة. وأضاف أنه فور عودته ولقائه ببديوي رفض إعطائه كامل مستحقاته واقتص منه مبلغ 16,000 جنيه، وعندما حاول التفاوض معه هدده بعلاقاته ومعرفه وتعدى عليه بالسباب، مطره للانصراف والتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضده وضد الفنان محمد رمضان. وتعددت أزمات الفنان محمد رمضان، والتي كان آخرها أزمته مع الحكومة والتحفظ على أمواله في البنوك. وردا على تلك الأزمة أصدر البنك التجاري الدولي CIB بيانا بخصوص تحفظ السلطات القضائية المصرية المختصة على أموال الفنان محمد رمضان. وقال البنك التجاري الدولي إنه بالإشارة إلى ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتزاما بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، يود البنك التجاري الدولي التنويه على أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء، فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك.